عم صالح، أريد أن أتحدث إليك. ليس الآن، بل الآن أفضل. ماذا تريدين مني؟ أن أسلبك المال الذي سرقته؟ من الذي تجرأ على اتهامي؟ أمك المحترمة، السيدة زوجتي، تتهمني بالسرقة، ويا ليتها اكتفت بذلك، بل تطالبني بأن أسلمها المال أو أطلعها على مكانه، كأني بها راضية عن هذه الفعلة الشناعة. هدئ أعصابك واستمع إلى ما سأقوله لك. لن أخاطبها بعد اليوم أبدا، قررت العيش في بيتي هذا المتواضع. عمي صالح، هل تظن أنك بهذا تعالج المشكلة التي نعاني منها جميعا؟ سأعالج الجانب الذي يخصني وحدي. ونحن؟ أنتم؟ من أنتم؟ أنا ومنار. وما دخلكما في هذا الموضوع؟ لقد اتفقنا على كشف هوية المجرم وتقديمه للعدالة، وقررنا أن تنضم إلينا. ما رأيك؟ جاءت النتيجة المتوقعة. تفضل، هذه صورة واضحة عن الورقة المحروقة والكلمات التي كانت عليها. رمزي أبو خليل، الآن وقعت. لا خطر، كل شيء الآن في أمان. ليذكر كل منا ما توصل إليه من حل. قبل أن نبدأ المناقشة، ما رأيكم في أن نضيف إلينا عنصرا جديدا؟ بركبة؟ ماما. لا، السلام عليكم. إلى أين؟ أنا منسحب من المشروع. صالح اجلس. واحد من أمرين، يا إما أنا يا إما زوجتي. أنت ألست من رأيي يا سهيلة؟ ما دام هذا هو رأيكما فأنا موافقة. حسناً، الآن أستطيع أن أجلس وأتنفس الصعداء. عمي صالح، أريد أن أسأل، لماذا تعارض في وجودها معنا؟ يا ابنتي، أمك لا تعرف سوى السيطرة وحب النفس، مريضة بجنون العظمة، ونحن في نظرها لسنا سوى أداة للتنفيذ. حسناً، لن تعمل معنا أمك، وأنا موافقة. إذن الآن أستطيع أن أمارس حريتي على النحو الذي أريد. لنبدأ بالبحث. كلنا متأكد من أن القاتل والسارق والمجرم الخطير هو رمزي أبو خليل. أرجو العفو، لا تنتظروني اليوم على الغداء. لماذا؟ لقد قبض علي رجال الأمن. قبض عليك رجال الأمن؟ السيد مزري أبو خليل قبض على رجال الأمن. يعني رمزي أبو خليل قبض عليه رجال الأمن؟ لماذا؟ لا أدري. الحمد لله، لقد وقع أخيرا بيد العدالة. لم نعد بحاجة إلى مثل هذه الاجتماعات بعد الآن. ماذا؟ دقيقة واحدة، دقيقة واحدة هي ما تمتعت به من حرية. رمزي أبو خليل، أريد تفسيراً آخر أكثر إقناعاً. سيد المحقق، أعود فأكرر بأن الرسالة هي رسالة غرامية. لقد سبق أن قلت لي هذا. اسمع، أسرع بالابتعاد، الجماعة في أثرك، هذا آخر ما بيننا. يحزنني أن أعلمك، ما هذا يا رمزي هل جننت؟ الرسالة هكذا تقول، هل جننت؟
سيد المحقق، إذا كنت تعتبر ما ورد في الرسالة دليلا على أن السارق والقاتل، تستطيع أن توقفني على ذمة التحقيق، لن أعترض. لكن ماذا؟ لكن أنت شخصيا تعلم جيدا أن كل هذه المعلومات وهذه العبارات لا تشكل دليلا ساطعا. الجماعة في أثرك، من هم؟ خطيبتي، الفتاة التي تركتها في بلاد الغربة وعرضت بعد أن وعدتها بالزواج. أعترف أنني كنت نذلا، لكن هذه أمور تبقى متعلقة بي وبالفتاة التي هربت منها. أتمنى لك النجاح في الهرب. طبعا سيدي، أسرع بالابتعاد. طبعا، لأنها لو عثرت علي ستقتلني. أنت لا تعرف يا سيد كم هي شرسة وعنيدة. ما هذا يا رمزي الجنين؟ عفوا، أنا أقرأ ما هو مكتوب في الرسالة. ماما أرجوك تعالي ساعديني، ما الذي يحدث في هذا البيت؟ ألم تسمعي ما حدث؟ لقد قبضوا على رمزي أبو خليل. لماذا تجرين هذه التعديلات؟ منار ستعود الآن ومعها الأستاذ عمر نجيب، وعمي صالح أيضا سيأتي بالسيد المحقق، ونحتفل جميعا بهذه المناسبة. تحتفلوا؟ أليس القبض على المجرم هو مبعث سعادتنا؟ وهل اعترف بالمكان الذي خبأ فيه المال؟ لابد أنه اعترف الآن. إذا لم يعترف، من الذي سيجبره؟ المحقق؟ لا أظنه سينجح. ماذا تعنين؟ أنا لا يهمني إذا قبض رمزي أم لم يقبض، الذي يهمني هو مالي. مالي هذا هو كل ما تحملينه إلى حازم من حب ووفاء؟ حازم مات ليرحمه الله. أما نحن فما زلنا على قيد الحياة. إذا ضعنا مالنا تعرضنا للتشرد والخراب. تعنين المزرعة؟ غدا يأتي صاحبها الجديد ويقول لنا هيا انصرفوا. إلى أين سنذهب؟ الذي خلقنا لا ينسانا. سبحانه وتعالى. لكن الذي عبث بعقولكم هو صالح، هو صاحب هذه الأفكار الشاذة. عندما سيأتي سأتدبر أمري معه. قل له لن نقبل، يجب أن يشرفنا ويشاركنا فرحتنا بهذا الانتصار الرائع. نعم، أرجوك أصلني بمكتب سيد جلال عمر نجيب. نعم، غير موجود. صالح لا تحزن، سندعوه غدا أو بعد غد، المهم هو اليوم يوم الانتصار العظيم. وأنت يا أستاذ عمر؟ أنا يا أخي، إن انتصاري هو انتصاركم وسعادتي هي سعادتكم. كنت على استعداد لأضحي بحياتي كي أعيد الابتسامة إلى وجوهكم بعد أن أغشى عليها الزمن وأرمدها الحزن. منير. نعم. أريد أن أقابل هذا الرجل الآن. بوركبة؟ بوركبة، العامل الذي أهملنا أمره ولم نلتفت إليه. هل يعقل أن يكون هو؟ هيا أحضروا ساعة. حاضر. الآن
سأذيقكم الطعام الذي أنجزته بنفسي. الله الله ما ألذ طعمه. سهيلة، أنت لم تري شكله حتى الآن. أي شيء تصنعه يداك مقبول عندي ومحبب. هذه الكلمة يقولها العريس لعروسه في شهر العسل، ثم تمضي الأيام ويبدو أن كل ما تصنعه بيدها كريها مر المذاق. صدقيه يا سهيلة صدقيه. يا عمي صالح أرجوك، نحن الآن نمزح ولا نعاتب. عفوا يا ابنتي، يبدو أن كل ما كتمته في صدري منذ سنوات بدأ الآن يتصعد إلى فمي، فأنا آسف. اجلس يا أبو ركبة. ألا تريد أن تشاركنا فرحتنا لأنهم قبضوا على المجرم والقاتل؟ شكرا يا سيدتي. اجلس اجلس يا أبو ركبة. لا تجلس أبو ركبة، هذا مكاني. أنتم تعلمون أنني لا أتخلى عن مكاني لأحد. تفضل. شكرا. بوركبة، هل هو اسمك الحقيقي؟ اسمي؟ نعم نعم. أنت لست من سكان هذه المدينة؟ نعم. ومن أين قدمت؟ من الدار البيضاء. أنت من أبنائها؟ نعم. بوركبة، لماذا اخترت العمل في مزرعة حازم دون غيرها؟ السيد صالح هو الذي طلب مني ذلك. ليلة الجريمة ماذا كنت تفعل؟ سيدي أنا رجل نحب عملي، والعمل في المزرعة شاق هو متعب. ما أن يأتي المساء حتى أذهب إلى فراشي فأنام نوما ثقيلا لا أستيقظ حتى الصباح. اسمع، أريد اسمك بالكامل. بوركبة فقط. سيدي أنا رجل نشأت بلا أهل، رأيت الناس ينادونني بوركبة فهمت أنه اسمي، ولا أعرف اسما غيره. حسنا انصرف إلى عملك، لكن لا تغادر المدينة دون علمي. سيدي إذا لم يطردوني من المزرعة سأبقى فيها حتى أموت. بوركبة، ما الذي يعرفه؟ هل قبضوا علي؟ نعم لقد أخذوه معهم وانصرفوا. صالح منذ أول يوم رأيت فيها هذا الرجل لم أرتح له. شكرا. اسمع. نعم. سأصدر مذكرة بحث، يجب أن أعرف كل شيء عن هذا الرجل. من هو؟ ماذا كان يفعل؟ من أين جاء؟ تعني أنك لم يكن صادقا حين قال إنه بلا أهل وأنه لا يعرف سوى أن اسمه بوركبة للعاهة التي في ساقه وكفى. هذه النقطة أثارت اهتمامي ويجب أن أتأكد منها. علينا استسلامنا أبدا. رمزي هو الخبث بعينه، يجب أن نكون أخبث منه حتى نتمكن من اصطياده. أستاذ عمر،
ماذا تنصحنا أن نفعل؟ الواقع من أجل هذا دعوتكم للحضور إلى مكتبي. سهيلة، أنت تحبين رمزي؟ لا، لقد مات حبه في قلبي. منار تقصد أن تتظاهري بحبك لرمزي، لا أن تحبيه فعلا. الآن فهمت. والخطة التي أقترحها عليكم هو أن تغيروا أسلوبكم العدواني نحوها. ولكنه يعرف حقيقة ميولنا نحوه. مهما يكون، إن تغييركم المفاجئ سيجعله يعيش في حيرة بين أن يصدق ما يرى ويسمع أو لا يصدق. وفي هذه الحالة أتولى أنا معالجة الباقي. لا 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 لا، محال يا سيدي، إنك تطلب منا المحال. وإذا كانت مصلحتكم ومصلحة العدالة تتطلبان ذلك، فهل ترفض يا سيد صالح؟ أنا أصادق رمزي؟ أنا؟ أبداً، هذا غير معقول. هكذا تقتضي الخطة. فكروا في حل غير هذا. لا يمكن، ويؤسفني أن أقول لك السيد صالح، ليس هناك البديل أبداً. إنها مجرد تمثيل، حتى إذا وقع في الفخ قبض عليه. ما رأيك يا عمي؟ اللهم إليك التشكي، اللهم اقبض روح هذا الرجل وأنقذنا منه يا رب العالمين. بركبة، تعال تعال. هل من خدمتني يا سيدي؟ تعال بركبة تعال، تفضل اجلس اجلس اجلس. اهلا. هل من خدمة يا سيدي؟ تفضل. بركبة، هذا العرج هل يلازمك منذ الصغر أم أنه نتيجة حادث؟ عرجي؟ لا يا سيدي، إنه نتيجة حادث أصبت به منذ أكثر من 20 سنة. لا شك أنه يسبب لك المتاعب أحيانا، ومع ذلك في بعض الأحيان يزول الألم فجأة وأقف مستويا على قدمي لبضع دقائق ثم يعود الألم. يقولون إنني أستطيع أن أشفى من هذه العاهة إذا ما أجريت عملية جراحية. أشرب ركبة. شكرا يا سيدي، أنت إنسان طيب. أول مرة في حياتي أسمع هذه الكلمة، إنسان طيب. شكرا يا سيد مزري. رمزي. مزري. رمزي. مرزي. مزري. رمزي. مزري. حسنا، قل لي بركبة، ماذا سألك المحقق؟ سألني إن كنت أعرف المجرم. وهل تعرفه؟ سيدي،
أنا رجل فقير أعمل من أجل لقمتي، وحتى أعيش في راحة فإنني لا أرى لا أسمع لا أفهم. تعجبني. يبدو أننا سنصبح أصدقاء منذ اليوم. خادمك يا سيدي. أنا الذي سأتصل بك. حاضر، اطمئن. حاضر. وبعد ماذا حدث؟ سندخل إلى قلبه، سننتزع سره من الأعماق. رائع. هذا الوهج المتألق في عيني لم أراه من قبل. أنا سعيدة سعيدة. الحمد لله. لأول مرة في حياتي أقوم بعمل يرضي ميولي ويحقق ذاتي. حسنا، بقي عليك أن تكملي الطريق إلى النهاية. أستاذ عمر. يا سبحان الله يا سبحان الله، سعادتك لا تكتمل إلا إذا خاطبتني بالأستاذية. أنا عمر يا منار، عمر. حسنا، لي عندك رجاء. رجاؤك أمر واجب التنفيذ. شكرا. أريد أن أخرج سامر من المصحة وأضعه عندي في المزرعة. سامر، ما رأيك؟ فكرة لا بأس بها، هذا إذا كنت ستبقين في المزرعة. تقصد نعم، المزرعة أصبحت في ملك إنسان آخر، وفي نهاية الشهر سيدخل إليها. سنشتريها منه. ومن أين لك المال؟ عندي مبلغ أحتفظ به لسامر حين يكبر، وسأتفق مع سهيل وكوكب على مساعدتي فنحصل على المزرعة ونعيش فيها. ما رأيك؟ إذا كنت تصرين على هذه الفكرة فأنا أيضا على أتم استعداد لمساعدتك ماديا. شكرا وألف شكر. أما بالنسبة لسامير فسأبحث الموضوع مع المصح ومع الطبيب المختص. أرجوك. اطمئني. شكرا. الطقس بدأ يميل للبرودة. ما رأيك أنت؟ هل أثقل عليك؟ كيف تحتمل نفسك؟ أما زلت غاضبة مني؟ تصمني بالسرقة وتشوه سمعتي وتسأل أما زلت غاضبة مني؟ ألم تكتشف بعد هدفي من وراء هذا كله؟ هل تظنني بلهاء حتى أصدق كلامك؟ حسناً، اهدئي ودعيني أشرح لك الأمر. لا، لا أريد أن أسمع. حسناً، وإذا قلت لك إنني سأغادر المزرعة إلى المهجر وأقضي به بقية عمري، هل ستسافر حقاً؟ ماذا بقي لي هنا؟ سأعيش غريبا وأموت غريبا في هذا البلد أو ذاك. لو أستطيع أن أصدقك. وهل رضيت سهيلة أن تمثل هذا الدور؟ أجل، وأنا خائف يا أستاذ عمر. من ماذا؟ أخشى أن تنزلق ويتحول التمثيل عندها إلى حقيقة ثم
لا ننسى تأثير رمزي عليها. هذا صحيح، ولكنني سأتدبر الأمر مع منار. الحقيقة ماذا أقول؟ أعرف ماذا ستقول، أعرف. المهم أن نصل إلى نتيجة إن شاء الله. سيدة منار، هل نعلم سبب تشريفك غرفتي المتواضعة؟ الحقيقة كنت أقوم بإلقاء نظرة عليها. لماذا؟ كنت أتساءل ماذا نستطيع أن نستفيد منها بعد أن تغادرها. هل تنوين طردي؟ لا أبدا. إذن فكرنا أنا وسهيلة أن نعطيك غرفة عندنا في البيت. صدقيني إنني عاجز عن شكري، وعاجز أيضا عن فهمي. كيف؟ بالأمس سيدتي كنتم جميعا تناصبونني العداء وتتمنون موتي، فإذا بكم تنقلبون فجأة وأصبح الفتى المدلل في هذا البيت، هل تتكرمين وتفسرين لي هذه النقطة بالذات؟ أحمق. نعم؟ ألم تدرك بعد أنك الرجل الوحيد في هذا البيت؟ ماذا يفعلون داخل المزرعة؟ ألم يعلموا بعد أن المزرعة ستنتقل إلى صاحبها الجديد؟ لعلهم يودعون أيامهم الأخيرة فيها؟ لا، لأن المال المسروق ما يزال مدفونا فيها، وكل واحد منهم يترصد الآخر ويحاول أن يوقع به. ما عدا المجرم؟ المجرم لا شك أنه يضحك مني الآن. عفواً، لن ينجح طويلة. لقد زادت ثقته بنفسه وبذكائه. إنه يلعب معي لعبة القط والفأر. أكيد أنه لن ينجح. بالتأكيد سأوقعه في الشرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأستاذ عمر نجيب؟ نعم، هل من خدمة؟ عندي قضية أريد أن أعهد بها إليك. تفضل. إنها ليست في غاية الأهمية، لكنها تقلقني. اجلس تفضل. عندي قريب مات منذ عدة أعوام وخلف ثروة كبيرة لابني. هذا الابن الذي غاب عن المدينة وانقطعت أخباره، في هذه الحالة ماذا يجب أن نفعل؟ تبحثون عن الطفل؟ طبعا، بذلنا كل الجهد فلم نوفق. إذن لا بد من الالتجاء إلى القانون. هذا ما نصحوني به، ولهذا أنا جئت إليك. يا مرحبا، تفضل حدثني بكل التفاصيل. منى، رمزي غادر المزرعة. الحمد لله، الآن نستطيع أن نتحدث بحرية. أريد أن أعلم ما سبب هذا الاجتماع. ماما أرجوك دعي منار تتكلم. وهل منعتها من الكلام؟ منار، كلنا آذان صغيرة. هذه المزرعة يجب أن لا نتخلى عنها. كيف؟ نشتريها من صاحبها. من أين لنا المال؟ نتعاون على إيجاده. لا ينفعنا سوى مال ابن أخي،
إذا كان في حوزتك هان الأمر. ماما، ما هذا الكلام الذي تقولينه؟ أقول ما أعتقد أنه الصواب. لا تلقي بالا إليها. منار، كيف نحصل على المال؟ أولا يجب أن نتفق على رأي، هل ترغبون في شراء المزرعة والإقامة فيها؟ الله، لو كان الأمر بيدي لما فارقتها طول عمري. وأنا كذلك سأبقى فيها، وأنا معك. حمقى، كلكم حمقى. سيدة منار، لقد جمعت قدرا من المال مع كوكب خلال الأعوام الماضية، سأعطيك إياه. صالح، واسكتي أنت. وأنا يا منار، خذي كل ما لدي من مجوهرات. حسنا، وأنا لدي بعض المال. وهل تعتقدين أنه يكفي؟ لقد وعدني الأستاذ عمر بأن يقرضنا كل ما ينقصنا من ثمن المزرعة على أن نسدد له هذا المبلغ بالتقسيط. رائع، بديع. إذن حلت المشكلة. ما رأيك يا كوكب؟ ما رأيك يا كوكب؟ وهل تركتموني رأيا في هذا البيت؟ هذا أفضل. إذن نحن موافقون. وعلى بركة الله. هيا نظف الأرض من الأعشاب الطفيلية. تعال معي. أريد أن أعلم ما سبب تصرفك هذا. تصرفي الطبيعي لا يحتاج إلى تفسير. أنسيت أنني زوجتك؟ أنسيت أنني زوجك؟ وأنني اخترتك دون الناس جميعاً؟ من سوء حظي. ماذا تقول؟ القسمة والنصيب. صالح، إنك تتعمد إهانتي. أخشى أن أطر في وجهك ذات يوم و... وماذا؟ لقد أحببتك في الماضي وما زلت أحبك. حب السيد للمساد. بل الزوج لزوجها. أتظنين أنني بعد اليوم أصدق أكاذيبك؟ ماذا تقول؟ اسمعي، أنت لم تحبي في يوم من الأيام أحدا سوى نفسك. أجل، أنت تحبين نفسك ونفسك فحسب. إن حب السيطرة في نفسك لقي في قلب المتسامح أرضا خصبة. إنك لا تدرك ما تقول. اسمحي لي يا سيدتي، العبد الذي كنت تسخرينه لمآربك وأطماعك حطم القيود وانطلق. إنه لم يعد ذلك القط الأليف تأمرينه فيطيع، تجرينه فيسكت. لا، لقد حطمت القيود يا سيدتي. نعم، حطمتها. أتسمعين؟ حطمتها. منار، انظري. سامر حبيبي. منار هي التي ستشتري المزرعة وستدفع قيمتها غالية. والآن انزاح الكابوس وتوفر المال، هل تصدر مذكرة توقيف بحقها؟ إلى أن تتجمع لدي المعلومات الكافية. ولكن المعلومات التي في هذا التقرير تكفي. لا تنسى وراء منار عمر نجيب، وأنا لا أريد أن أتعرض له قبل أن أضمن الانتصار عليه. على كل حال، أطلب من رجالنا أن يزيدوا في مراقبتهم للمزرعة وتنقلات الأشخاص في المدينة.
حاضر. لا 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 تفضل. الله شكرا شكرا. منار، أما زلت تصرين على نقل غرفتك إلى هنا؟ من أجل سامر. ألم أقل لك إني على أتم استعداد لأحمله في الصعود وفي الهبوط؟ لا أريد أن أثقل على أحد منكم. الله الله، ما هذا التطور الذي حدث؟ منار ستنام هنا مع سامر. آه، إذن فقد حان الوقت يا صغيري الذي تشرفنا فيه بزيارته. عفوا، جاء ليبقى. عفوا، يبدو أنني أخطأت التعبير. أين كنت؟ أجوب شوارع المدينة. لقد سئمت البقاء هنا. لماذا لا تبقى فيها؟ أتسمعين ما يقول يا سهيل؟ فقط ربما لأنك لا تريد البقاء معنا. لا 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 لا، ومن قال هذا يا صديقي؟ لقد قلت سئمت الأرض والبيت لا الأشخاص. هناك من الأشخاص ما أرغب صادقا في بقاء معهم عمري كله. صحيح يا رمزي؟ اسألي قلبك. ستصيبني بطعنة نجلة. ليتني أستطيع مساعدتك. ماذا يقول قاضي التحقيق حين أرفع إليه أوراق القضية خالية من اسم القاتل؟ إنه يتمتع بذكاء مفرط. لكن هل يعقل أن ينتصر على العدالة ورجل القانون؟ ثق أنني حزين مثلك. إذا لم يظهر القاتل فالكل معرض للشك. أستاذ عمر، سمعت أن منار ترغب في شراء المزرعة. ليست وحدها، بل جميع من في المزرعة ما عدا رمزي. ومن أين حصلوا على المال؟ إنهم أربعة. كما سمعت أنك أخرجت سامر من المصحة. بناء على رغبة منار أرادت أن تبقي ابنها معها في المزرعة، والتي كانت تخفي أمره عن الجميع حينما كان واحدا من أسرارها. أما الآن فقد انكشف هذا الجانب من السر. لكن بقي ثمة أسرار لم يكشف الستار عنها حتى الآن. لكل منا أسراره سيد جلال. فعلا، وليس من حقنا أن نتدخل في أسرار الناس إلا ما كان متعلقا منها بجريمتي سرقة وقتل. ألست من رأيي يا أستاذ عمر؟ لا تدع رجالك ينامون الليلة، إنها الليلة الحاسمة. يؤسفني أن أضطر إلى هذا التصرف.
نحن متأكدون أن المال المسروق موجود في المزرعة. لقد حاولت أن أقنع السارق بوجوب إخراجه لكنني لم أفلح. لهذا سأطلب إلى رجالنا أن يبدأوا منذ صباح غد عملية حفر وتنقيب في المزرعة. قد يضطرون إلى إتلاف كل ما تعبتم في غرسه وتنميته. أنا مضطر إلى ذلك. وإني لآمل أن نجد منكم العون والمساعدة. تقول يا سيدي إن المال مدفون هنا في المزرعة؟ ونحن واثقون من ذلك. عفوا، إذا كان مدفونا فعلا فلا بد أن يظهر. بالتأكيد. أتمنى لو أن المال يظهر والمجرم يعرف وينزاح عن صدورنا هذا الكابوس الرهيب. كل شيء سيأتي في أوانه، سيأتي في أوانه.
أين المال؟